أعتقد إن أنتوا تعبتوا فنختم ببعض الأسئلة. بقول لكم هعمل معاكم جيل أهي، هناخد الأسئلة وأرجع بقى للصفحة اللي كنا سايبينها الأولانية بس ونكتفي بالقدر. يلا فوق بقى، بصوا كده الإن أسيتايل جلوكوزامين، صح صح معايا عشان السيل وورد صعب، أنا فقدت أهو خدتوا حصة كاملة. الان اسيتايل جلوكوزامين از ا كومبوننت اوف ايه؟ معايا بقى واحده واحده، سيلول ولا سيتوبلازميك ممبرين ولا الاندوسبور اللي لسه ما خدناهاش ولا الكبسول اللي ما خدناهاش ولا حاجه اسمها الفايروس 6 فايروس اخدته انها من مكونات السيلول، يبقى الاجابه نمره ايه؟ طب البوليمرز اوف ان اسيتايل جلوكوزامين وان اسيتايل ميوراميك اسيد موجوده في ايه في اللي جاي؟ موجوده في التيكويك اسيد جليسرول او ريميتول فوسفيت، برافو عليك، ولا في البيبتايدو جلايكان؟ نعم، دول اثنين من مكونات البيبتايدو جلايكان، ولا 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 تبقى الاجابه بي. Which of the following is a feature of gram positive cell wall rather than gram negative cell wall؟ ها ليبيد ايه؟ ده العكس، ده بتاع الجرام نيجاتيف مش في البوست. اوتر من برين بتاع النيجاتيف مش البوزيتيف، بين بلازميك سبيس بتاع النيجاتيف مش البوزيتيف، سوماتيك او انجل بتاع النيجاتيف مش البوزيتيف، تبقى الاجابه تبقى الاجابه اي. لا قلت كويك اسيد صح، بس بص لا انا ما قلت كويك اسيد ده سهله مش طيب اللي كان موجود في الاثنين يس، فالممتحن بيلعب على انك عارف صفاته في الاثنين هنا، ولو قلت كويك. وعلى فكره السؤال اللي جه في الامتحان اللي فات ان all the following components are found in gram negative cell wall but not in gram positive، او one of the following components is found in gram positive but not، كان مقصود التكويك اسك، يعني السؤال اللي انت قلته دلوقتي اوريدي جه في امبارح اول امبارح. الاجابه ايه؟ Which of the following components are found اهو in the cell wall of gram positive bacteria but not، ده اللي جه اول امبارح السؤال اهو، ادور على التكويك اسك. التكويك اسك هنا لما ساب البيبتايدو جلايكان عريانه كده من غير فين وفين تبقى صح، موجوده في الاثنين. شفت الفرق في كلمة تغير المعنى، يبقى الإجابة هنا تيكويك أسيد. الريبيتول أو البيترول فوسفيت بقى موجود في إيه في الكومبونة بتاعت السيل وول؟ تايتو جلايكان ولا تيكويك أسيد ولا فلاجيلا ولا 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 موجود في تيكويك أسيد. الليبيد إيه إز أسيل وول كومبوننت أوف مين؟ أوف جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف ولا فانجاي ولا ألجي ولا فيروس؟ أوف جرام نيجاتيف بكتيريا. One of the following is a function of the cell wall. ها يا ترى السيل وول مسؤول إنه يمنتين الكاركترستيك شيب أوف ذا بكتيريا؟ ولا سيلكتيف ترانسبورت؟ ولا ريسبيريشن؟ ولا بروتين سينثيز؟ ولا اكسكريشن اوف اكسترا سيلولار انزايمز او بيمنتين ذا شيب؟ يبقى الاجابه ايه؟ الفولوينج ار فانكشنز اوف بكتيريا سيل وول اكسبت، عكس السؤال الاولاني هجيب كل الفانكشنز واعكس واحده، بي بروفايد شيب وريجيليتي. نعم اكتف ترانسبورت اوف نيوترينت، لا بروتكت من الانفايرمنتال فاكتورز، نعم كونتينز ريسبتور سايتس فور بكتيريوفيج، ما خدناهاش دي بس نعم. ريسبونسبل فور ذا ستيننج بروبرتي، نعم البكتيريوفيج دي هندرسها جايه لنا لسه، يعني مش بنجيب لك جمله مش عليك في المنهج. هنعرف ان السيل وول عليه ريسبتورز للفيروس اسمه بكتيريوفيج شابتر 4 ان شاء الله. فالاجابه هتبقى بي. حاجه عن الميل فورم بقى، بي ديفلوب ديو تو انهبيشن اوف سيتوبلازميك ممبرين فورميشن، لا طب فيري سنسيف تو انتي بايوتيك ثيرابي، نقف واحد سنسيف وسرفايف، لا سنسيف عكس سرفايف، سرفايف يعني يعيش رغما منه يعني ريزيست، لكن سنسيف يعني يتاثر، لا هم مش سنسيف طبعا لان ما عندهمش سيل وول. ديفلوب اونلي ان هايبرتونيك ميديا، غلط، لو هايبرتونيك از السيتوبلازم كان لازم يقول از هايبرتونيك از السيتوبلازم يعني ايزوتونيك في النهايه، كان بروديوس ريلابسز اوف اوفر انفكشن،
نعم القصه اللي حكيتها لك ان يشال السيل وولف العيان يتحسن يرجع يعمل ريلابس تاني. ولا من اوف ذا لا الاجابه دي ذا فولوينج ار كاركترز اوف ال 4 اوف بكتيريا اكسبت. يلا اخر سؤال وبعدين هرجع الصفحه اللي هحاولها لكم وخدنا منها حاجتين مهمين فمش فاضي غير كلمتين. The following are characters of ill forms of bacteria except they are naturally occurring bacteria without cell wall. أمال الجملة دي تنطبق على مين؟ على مايكوبلازما هم اللي naturally occurring. They are resistant to penicillin اللي هو cell wall inhibitor. نعم. They develop only in isotonic media. نعم. They can produce relapses to overt infection. نعم. They may resynthesize the cell wall. نعم. يبقى ايه هي الاكسبشن؟ يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ طيب الاسئله دي لو مش الحصه الجايه كده نقول اللي بعديها مثلا لو اتعمل شيت كده في بعض من هذه الاسئله او موديفايد منها نلتحق فيها سيبكم؟ هو دايما امتحانات هنا تبقى ام سي كيو عشان ما نضيعش وقتنا. طيب واليوم بتاع الام سي كيو هنطلب انك تيجي بدري 10 دقايق عشان ما نضيعش وقت الحصه. طيب حاجه وقعت موبايل وقع الحصه اللي فاتت في حد نسي موبايله اخده في موبايل بص يا ولاد ايه ده انت شغلتيني في الصفصه ده لا مش ممكن اكتر مني سهلت احنا قلنا لا هي مصدر الموبايل بس انت عماله بنسميه كده بعد ما السيل وول يتشال. نعم يعني البكتيريا دي كان ليها اسم في الاول. ايوه كانت ستافينوكوكس كانت ستريبتوكوكس كانت اي بكتيريا شال السيل وول فبقى اسمها ال 4. انا نسيت بس اسف اقول لكم ان سيلي ماريا انها فكرتني هي ليه اتسمت ال 4. بصوا بقى انا دايما برضه بذكركم اوعى حد تفكر مش عارف ويتعالى عند اللي بيقول اي دونت نو. في ناس بقى تتكسف ومسكت ده مره حد يعني افتى فتوى ان ال 4 بكتيريا لما تفقد السيل وول تطول فتبقى عامله زي حرف ال او يمكن كمان تتعوج تبقى ال كابيتال. اوعى الفتاوي اتسمت ال 4 عشان اول اكتشاف فيها كان في معهد في انجلترا اسمه معهد ليستر انستيتيوت في مدينه ليستر في انجلترا ليستر انستيتيوت اوف ريسيرش اتسمت ال 4 عشان كده. ماشي سريعا بقى سريعا يا ولاد تاني صفحه في الكتاب اللي كنت سبتها الحصه اللي فاتت جاست 5 مينتس واللي شجعني على الخمس دقايق دول ان احنا قلنا معلومتين اهو. ماذا نعني بكلمه بكتيريا المورفولوجي؟ ايه الفرق بين المورفولوجي وشيب؟ الشيب بالشكل بس ثانيه سايز. برافو عليك برافو عليك. الشيب جزء من المورفولوجي. يعني لما اقول لك مثلا ان في واحد سرق وفي ناس شافوه ولا حاجه وقولوا لي مواصفات، المواصفات هي اللي دي معنى المورفولوجي. المواصفات مش هيقول لي شكله بس، هيقول لي طوله، الحركه بتاعته، اللي مش عارف شعره ايه، جسمه ايه، وزنه ايه، ملامحه، لونه. فاذا المورفولوجي هو المواصفات، لكن الشيب هو الشكل بس. المورفولوجي يا اولاد بيشمل سايز، شيب، الارينجمنت، الستيننج كاركتر، وحاجه هنضيفها في العمل اسمها الموتيليتي. الخمس حاجات دول هم دول معنى كلمة بكتيريا المورفولوجي. تعالوا نروح للسايز. يقاس حجم البكتيريا، بكتيريا فيري سمول. يقاس حجمها بالمايكرون. اوعى تحفظ ارقام غير لما نقول لك. يعني رقم 70 اس و80 اس مهم. تقدر تحفظه. لكن ان البكتيريا يتراوح حجمها زي الكتاب عندك من 0.2 ل 1.2 ومن مش عارف 0.4 ل مش عارف ايه، لا ما تحفظش ارقام غير اللي اقول لك الرقم ده مهم. امال في السايز، في السايز اعرف انها فيري سمول وتقاس بالمايكرو بس.
طيب الشيب قلت لك من شويه الشيب كم شيب؟ ثلاثة. يا سبيريكال، سبيريكال يقول عليها كوكاي، كوكاي جمع كوكس يعني عامله زي الكوره باللغه العربيه، حتى يقول لك البكتيريا الكرويه، كرويه مش كرويه من قاريه، لا كرويه من كوره عامله كور يعني. يا اما ها روت شيب يعني باسيلاي، ومفردها باسيلس يعني عصويه زي العصايا. يا اما سبايرال او هيليكال يعني حلزونيه. انا هيك رسمت لك الثلاث اشكال اهم في معرض كلامنا عن الشيب. طب يا ترى البكتيريا اللي ربنا بيخلقها سبيريكال تفضل سبيريكال على طول؟ نعم، يعني الشيب ده صفه مميزه عشان انا اعرف اشخص، دي احدى نعم ربنا علينا. تخيل لو البكتيريا كل شويه تغير شكلها، يعني كانت دلوقتي اشوفها سبيريكال كمان شويه الاقيها باسيلس، يبقى مش هعرف اتتبعها خالص، مش هعرف اتتبعها خالص. كويس. السبايرال في منهم نوعين، يا سبايرال وريجيد يبقى اسمه سبايريلم، يا سبايرال وفليكسيبل يبقى اسمه سبايروكيز. الريجيد ده ما يهمناش، احنا هندرس السبايروكيز لانها بتعمل مجموعه من الامراض في البني ادمين. طيب يبقى ده الشكل. ايوه. طب والارينجمنت؟ والله ممكن الكوكاي تبقى موجوده سنجل او بيرز، لو بيرز يقولوا عليها ديبلو كوكاي. الكتاب بيدي لك مثال عندك نيسيريا، ما تحفظش امثله دلوقتي، لسه بدري على اسامي البكتيريا، لسه جايه قدام شويه. ها يا اما تبقى ان تشين، تشين يعني سبحه او سلسله، يقولوا عليها ستريبت زي الستريبتوكوكاي. يا اما تبقى جريب لايك كلاستر، جريب يعني عنقود او عنب بالبريكي يعني ستاف، فيقولوا ستافيلوكوكاي. ده الارينجمنت. الاهم من الارينجمنت هو سؤال الارينجمنت، ليه بيحصل؟ دي الحته دي ممكن نجيبها سؤال، يا ترى الارينجمنت بتاع البكتيريا بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على حاجه اسمها البلين اوف سيل ديفيجن. يعني ايه بلين اوف سيل ديفيجن يا اولاد؟ لو دي بكتيريا فوكس وهتديفايد انها هتعمل سيبتم، لو انها متعوده ان السيبتم دايما يتكون في نفس الاتجاه يعني فيرتيكال كده مش هوريزونتال، خلاص يبقى الواحده اصبحت ها اثنين اهي، صح؟ طب لو فضلوا اتاتشت فتره وجه معادي الديفيجن اللي عليه دول وهي ناويه تديفايد في نفس البلين، يعني هيتكون سيبتم بالطول هنا وسيبتم بالطول هنا، يبقى اصبحوا اربعه ها جنب بعض. طب لو جه معادي الديفيجن وقلنا بيتكون سيبتم دايما في نفس الليفل في نفس البلين، يبقى هيبقوا ثمانيه جنب بعض، صح؟ يعني افهم من كده ان البكتيريا لو بتديفايد في سنجل بلين يبقى منتظر اشوفها ايه؟ يا بيرز يا تشيز، مفيش احتمال اشوفها حاجه ثانيه، يا بيرز يا تشيز. وبيرز او تشيز دي تفرق، حد قالها هنا، على فتره الاتاتشمنت، يعني بعد ما ينقسموا بيفضلوا اتاتشمنت فتره طويله ولا فتره قصيره، مش كده؟ طب لو كانت البكتيريا بتديفايد في ديفرنت بليز، يعني بص كده دلوقتي هي كوكس انقسمت كده بقت اثنين اهم وفضلوا لازقين في بعض شويه، المره الجايه بينقسموا بالعرض فبقوا اربعه كده، صح؟ المره اللي بعديها بينقسموا بالورب كده فبقوا واحده طلعت كده واحده، وهكذا، او هنا وهنا، يبقى مع الوقت هيبقوا كلاستر، مش كده؟ طب خد بالك بقى، عشان مره السؤال ده جه قال لك ايه؟ اكسبلين ليه في ديفرنت ارينجمنت في البكتيريال مورفولوجي. بصوا كده، لان الارينجمنت هيعتمد على ان الديفيجن بيحصل في كام بلين، لو في سنجل بلين اتوقع انهم يبقوا بيرز اور تشين، لكن لو في تو اور مور بلينز اتوقع انهم يبقوا كلاستر زي قصه الاستافيلوكوكس. طب واخر حاجه قوي، يبقى انا عندي بيرز تشينز دول بيديفايد في سنجل بلين، اربعات او كلاسترز بيديفايد في تو اور مور بلين. اخر حاجه خدناها الستيجنج، وانا ضحكت عليكم وقلتها لكم. الستيجنج، الستيجنج كاركترستكس، يوجد كام نوع من السلولات عندنا؟ ثلاثه، انا ما وصفوش الثلاثه، الثلاثه دي بيسموها سبيشال ستيمز، هنستخدمها في بعض الظروف الخاصه ودي قدام في المنهج مش دلوقتي. دلوقتي ركزنا على اثنين، سيمبل ستيم ايه معناها يا اولاد؟ كلمه سنجل متكرره ثلاث اربع مرات. سنجل ستيم تستخدم في سنجل ستيم عشان تصبغ نفس البكتيريا في سنجل كلر عشان في الاخر اشوف سنجل كاركتر كده. لكن ها الديفرنشال ستينز، تو ديفرنت ستينز
تستخدمهم في تو اسينشال ستيبس لسه الرسمه موجوده اهي، وقد يكون بينهم خطوه فرعيه زي تو كما رسمتنا اهو. اقوم في النهايه اشوف تو ديفرنت كاركتر، اشوف المورفولوجي والستينج افينيتي، فما اقدر اميز بين البكتيريا وبعض. من اشهر سبباتنا الديفرنشال مين؟ مكتوبه فين؟ اه جوه في الجرام ستين اللي خدنا تفاصيلها. في سبب اخرى اسمها سين نيلسن هناخدها قدام شويه مش وقتها دلوقتي. الجرام ستين قدرنا نقسم البكتيريا الى ايه؟ جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف، عشان كده الجرام سموها ديفرنشال ستين، اقدر بيها ديفرنشيت بين تو ديفرنت جرام. سين والمعادله الاربع والاعاده الخميس.